بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. اللي نتكلم سريع بس كده دقيقتين، يعني معلش خد بالك منهم كويس. ال 200 جنيه دي اللي الكلام فيها جه كتير، 200 جنيه بتاع فروق العقده، والناس بتبعت لي كتير منها وخطوط ومش عارف ايه، وفي دي مظبوطه ودي قديمه ودي جديده وكلام من ده. قلنا يا جماعه ال 200 جنيه لسه بنصرفه، مفيش فايده. في 200 جنيه قديمه اي اللي فروق العقده اللي بيبقى مش فيها خطوط في الجنب زي اللي فوق ديت، وما فيش فيها اي حاجات مميزه دي عن دي، بس ولكن دي في الطباعه بس وبتاع، بيبقى عشان التزوير والكلام ده. يا جماعه احنا قلنا ال 200 جنيه اللي هي مميزه اللي تعمل فلوس معاكم، اللي هي بتيجي ارقام مميزه يا جماعه، زي كلها وحايد او اتنينات او تلاتات لحد تسعه، دي بتوصل ل 1000 جنيه و1200 و2000 جنيه كمان، او 0001 لحد 0010، دي برضه ممكن توصل لحد 800 جنيه و1000 جنيه وزياده كمان عن كده بكتير. الارقام المميزه يا جماعه في الفلوس الورق بالذات هي اللي بتعمل فلوس، بالذات في الاوراق الحديثه، انما العملات القديمه ماشي مش مشكله، حتى برضه بيبقى فيها ارقام برضه مميزه بتعمل فلوس اكتر حتى في الفلوس القديمه، ولكن القديمه اهي بتبقى لها عمر، بقى لها 70 80 سنه كده كده هتعمل فلوس، انما ديت لسه متواجده معاها. عين منها ورقه كويسه وخلاص، كفايه قوي عشان عملات البلاستيك هتنزل ممكن نحتاجها فيما بعد، ماشي. ما تعينش منها 10 20 ورقه، لازمتهم ايه؟ كتر الفلوس اللي انت بتعينها زي اللي انت بتدخرش او بتاع عشان تبيع وكلام من ده، مش هتعمل حاجه برضه. محدش بيشتري 20 ورقه ولا 200 ورقه ولا الكلام من ده، الناس بتشتري ورقه واحده، حاول تعملها ورقه او اتنين وخلاص. في عندك اسواق كتير، اعرض على امازون بس يكون ارقام مميزه، اعرض على اوليكس، اعرض على السوق المفتوح، في جروبات، في جروب اسمه فيكتوريا ده جميل جدا، اعرض على الحاجات ديت وبيع، هتلاقي وقتها. ما تحطش اسعار وابقى تعالى بس قول لي ساعتها، انا اقول لك السعر يبقى كام وتبيع بكام بالظبط.